تمام. احنا قبل كده شفنا ابتدينا بالبيرفكت سيكريسي، وقلنا ان في ودي اعلى حاجه ممكن ان احنا نحصل عليها في السكيورتي، لكن طبعا هي مش حاجه واقعيه، وكنا قلنا ان فيها مشكلتين. المشكله الاولانيه هي ان طول الكي ماست بي اتليست اللينث بتاع المسج، والمشكله الثانيه ان انا مش هقدر انكريبت غير مسج واحده. طبعا دول تو اسامبشنز مش رياليستيك، وعشان كده ابتدينا ان احنا نتنقل بدل البيرفكت سيكريسي نستخدم الكمبيوتيشنال ثيوري، وبالتحديد عرفنا حاجه اسمها الكمبيوتيشنال سيكيورتي، ان احنا شويه بنستغنى عن نيجليجبل اماونت اوف سيكيورتي دي من ناحيه، وبنفترض طبعا ان الكمبيوتيشنال ريسورسز اللي هي الافيلابل لكل البارتيز بما فيها الاونست او الديس اونست بارتيز هي بروبابيليستيك بولينوميال تايم، يعني ماست بي افيشنت بارتيز. طيب وشفنا ان احنا عشان نتغلب على المشكله الاولانيه اللي هي طول الكي ماست بي ات ليست اللينث اوف ذا مسج، ان احنا عرفنا البريميتيف اللي هي السيودو راندوم جنريتور، واستخدمناه عشان نكستند الوان تايم باد اللي هو كان بيرفكتلي سكيور للسيودو وان تايم باد اللي هو كومبيوتيشنالي سكيور اجين السايفر تكست اونلي اتاكس، والسيودو راندوم جنريتور هو بيعمل اكسبانشن للكي، يعني جيف ان هو ديترمينستك الجوريثم لكن بي اكسباند الكي اللي هو داخله اللي هو عباره عن بيورلي او ترولي راندوم، اكسباند للسيودو راندوم. السيودو راندوم ده المفروض ان لو هو ده السيودو راندوم جنريتور ان هو انديستينجويشبل اب تو ان افيشنت ادفيرساري من انديستينجويشبل من الترولي راندوم string binary string. دلوقتي هنشوف المشكله الثانيه اللي هي ان انا ما اقدرش انكريبت اكتر من 1 مسج. طبعا هنا هعرف بريميتيف جديد حاجه اسمها السيودو راندوم فانكشن، لكن هنبتدي ايه بالراحه قبليها ان احنا دلوقتي ايه احنا كنا قبل كده عرفنا سكيورتي اجينست سنجل ترانسميشن او سنجل مسج، دلوقتي هنعرف السكيورتي اجينست المالتيبل مسج indistinguishability. زي ما احنا تعودنا ان احنا الثريت موديل بالنسبه لنا لازم هنعمل له موديلنج ب اللي هي الراندومايزد اكسبيرمنت دي، او الراندومايزد انا بحب اسميها الراندومايزد جيم، randomized experiment او الراندومايزد جيم. طيب احنا ممكن نشوفها دلوقتي بشكل سكيماتيك ممكن يكون اسهل في التوضيح. احنا عندنا دلوقتي قلنا two parties، واحد منهم اللي هو الادفرساري او الايفزدروبر، والتاني هو عبارة عن الاوريكل. طيب الادفرساري هيعمل ايه؟ هو هيجنريت messages او two vector من المسجز، messages m nodes 1 و M nodes 2 وهكذا لغاية مثلا M node T belongs لي مثلا 0 1 star they are binary strings. يبقى ده sequence أو vector من المسجز هنسميه مثلا M node hat، والsequence التاني اللي هو M 1 0 sorry M 1 1 و M 1 2 up to M 1 T وده السيكونس التاني من الفيروس. يبقى انا عندي دلوقتي برضو دول عباره عن باينري سترينجز، طبعا هنا بس لازم في كونسترينت عشان ما يكونش اللينس بتاع المسج هو يكون ديستينجويشنج فاكتور بالنسبه للديفينيشن بتاع السكيورتي، ان اللينس بتاع الام نوت اي تمام بتساوي اللينس بتاع الام 1 اي فور اول اي بتساوي من 1 لغايه تي، يعني كل يبقى دول تو فيكتورز من المسجز، كل element أو كل message في الفيكتور الأولاني ليها نفس الطول as the corresponding message في الفيكتور التاني. تمام؟ يبقى هنا دلوقتي ما عندناش message واحدة، لا عندنا هي two sequences of messages. طيب الكلام ده هيبعته للأوركل اللي هي الـ M node par والـ M1 par اللي هي two vectors أو two sequences of message. طيب الأوركل هيعمل الأول هيجنريت، طبعا احنا الكلام ده بنعرف السكيورتي ليه
encryption scheme باي اللي هو زي تعودنا عليه في الثلاث حاجات اللي هي الجن والانكريبشن والديكريبشن تمام. واحنا بنحاول نعرف المالتيبل مسج سيكيورتي او المالتيبل مسج اندستينجويشابيلتي بالنسبه للسكيم اللي هو او الانكريبشن سكيم باي. فهنا كي هجنريت الكي من الالجوريثم الاولاني اللي هو الجن ات راندوم جيفن السيكيورتي بارامتر اللي هو الان ان يونري فورم. طيب هجنريت بعد كده راندوم بيت او اكنه بيرمي كوين يشوف الهيدز والتيلز. وعلى هذا الاساس انه هو هاي انكريبت يبقى هنا سي بي بي هي هتريفير اللي هي الراندوم بيت لانه فيكتور هو انا هعمل له انكريبشن الفيكتور ام نوت ولا الفيكتور ام 1. فهنا سي بي اي هتساوي الانكريبشن given the key k of the MBI كلام ده for all i بتساوي من واحد لغاية ايه t. يبقى أنا عندي كده vector of cipher text أو sequence of cipher text هو عبارة عن ال encryption يا إما بتاع ال vector اللي هو بتاع ال vector التاني according to random bit b. يبقى ده c b1 up to c b t. ده اللي هو ايه اللي احنا تعودنا ان احنا نسميه اللي تشالنج سايفر تكست. ده اللي هو اللي تشالنج تمام. هيروح باعت هو اللي تشالنج سايفر تكست او اللي هي الفيكتور اكتشالي في سايفر تكست اللي هي السي بي بار للادفرساري. يروح الادفرساري رادد عليه على اللي تشالنج ده بي البي برايم بيلونجز للزيرو والوان. هنا طبعا هنا if p بتساوي P prime then success يبقى هو نجح اللي هو الادفرساري and output 1 ماشي. otherwise output is 0 تمام. دي randomized experiment طبعا هو مسميها هنا brief key brief اللي هي private key الادفرساري سبسكريبت دايما زي ما احنا متعودين الادفرساري والانكريبشن سكيم وفوق هنا نوع السكيورتي اللي احنا بنحاول او نوع الثريت موديل اللي احنا بنحاول نعمل له موديلنج هنا اللي هو المالتيبل مسج سكيورتي. وهنا ده طبعا السكيورتي بارامتر تمام. اللي جوه موجود هنا ده شرح للسكيماتيك دايجرام اللي انا وضحته من شويه للراندمايزد اكسبيرمنت ده. طيب احنا لو عندنا سكيم هنقول ان السكيم ده هو عبارة عن multiple message indistinguishable او multiple message secure. لو انا for every adversary A او eavesdropper A eavesdropper ده قلنا ان هو efficient او feasible اللي هو معناه ان الكمبيوتيشنال ريسورسز الافيلابل ليه هي جاست بولينوميال تايم الجوريثمز زائد ان هو راندمايزيشن هو مستخدم يستخدم الراندمايزيشن. ففي عندنا نيجليجيبل فانكشن ايبسلون دي اللي هي الفيلير اوف السكيورتي او السكيورتي فيلير ان احنا عندنا نيجليجيبل بروبابيليتي اوف الفيلير اوف السكيورتي. ايه بقى البروبابيليتي ان الراندومايزد اكسبيرمنت ده اللي هي بريف كي سب ال اي الادفرساري والانكريبشن سكيم باي تو ذا ال مالتيبل اللي هو الثريت موديل المالتيبل مسج اندستينجويشابيلتي اوف السكيورتي بارامتر بتساوي 1 هي از نوت مات از نوت از اوف الهاف. طبعا في البيرفكت الايديال كيس هي اتس كومبليت راندوم وبالتالي هي بنص لكن احنا عندنا هنا بنسمح بين نيجليجيبل فيلير اوف البروبابيليتي اوف السكيورتي وبالتالي هي هاف بلس سم نيجليجيبل quantity اللي هي الابسلون n. طيب بعد كده هنا بيقول لي ايه عندي طبعا اللي هو السيودو او تي بي is not multiple message indistinguishability وطبعا دي برضو سهلة ان احنا ممكن نشوفها. ليه؟ لان لو احنا نفتكر ان احنا عندنا الجي اوف الكي احنا عندنا كان الكي جي اوف الكي اللي هو ان ابلاي السيودو راندوم جنريتور هن اكس اور مع المسج. طبعا هنا المشكله هنا ايه ان ده ديترمينستك الجوريثم صحيح هو بيسمح باربيتري لينث مسجز لكن هو ديترمينستك الجوريثم وبالتالي الادفيرسري ممكن يعمل ايه يبعت الفيكتور الاولاني اللي هو الام نوت بار هو عبارة عن some message whatever it is
هي عبارة عن مثلا M و M، و M1 بار هي عبارة عن مثلا whatever M1 و M2، بحيث ان طبعا عندي اللينث بتاع الام هتساوي اللينث بتاع الام واحد تساوي اللينث بتاع ام اتنين، وعندي ام وان لا تساوي ام تو. طبعا لما يجي لي التشالنج اللي هو السايفر تيك سي سب البي هتساوي سي واحد وسي اتنين، هنا if سي وان بتساوي سي تو then output ان ال then output ان بي برايم بتساوي كام؟ زيرو. يبقى دي معناها ان انا الفيكتور الاولاني هو اللي حصل له انكريبشن. ليه؟ لان الفيكتور الاولاني فيه two messages they are this identical، وبالتالي cipher text بتاعهم they are identical. الفيكتور الثاني فيه two different messages، probability ان هم cipher text هيكون identical is very negligible، وبالتالي هنا دي probability ان هو succeed واحد minus something negligible epsilon of n او delta of n، وبالتالي probability of success أو إن هو الادفيرسري ينجح إن هو يكسر السكيم دوت اللي هو السيودو أو تي بي is non negligible، وبالتالي السيودو أو تي بي is not secure أو is not بالتحديد multiple message secure أو multiple message indistinguishable. تمام. وبالتالي إن إحنا ال argument دي ممكن نعممها بصفة عامة ان انا مفيش deterministic algorithm او deterministic encryption scheme that is multiple message secure. يبقى عشان اللي scheme يكون multiple message secure، يعني هنا multiple message secure او indistinguishable، إذا it must be the case in the encryption scheme must be probabilistic، أو بمعنى تاني إن نفس المسج لو أنا عملت لها encryption مرة تانية لازم تديني cipher text مختلف عن المرة الأولانية. ودي نقدر نشوف لان هنا السيودو او تي بي هنا او تي بي نوت سيكيور، لكن الاثبات هنا انا ما استخدمتش في الاثبات التكنيك نفسه او الديتيلز بتاعه السيودو او تي بي، لكن هو الارجيومنت اقدر اعممها ان انا لو هنا السكيم عندي ديترمينستك يبقى انا اقدر ابعت تو فيكتورز بالشكل دوت، الاولاني فيه تو ايدنتيكال مسجز والتاني فيه تو ديفرنت مسجز، والسايفر تكس اللي هيجي لي هشوف اذا كان ال تو سايفر تكس ار ذا سيم ذن ذير ماست بي ذا فيرست فيكتور اذروايز ذير ماست بي ذا سكند فيكتور. وبالتالي هنا الارجمنت ابلايز تو اني ديترمينستك سكيم، وبالتالي فور مالتيبل مسج ان ديستينجويشابيلتي ان انا اكون سكيور اجينست ترانسميشن بتاع سيفرال مسجز لازم الانكريبشن سكيم يكون probabilistic. تمام. وبالتالي هنا الـ issue is not an artifact of the definition، ان هي اللي هي مش مجرد ان هي حاجة يعني جوه الـ definition بتاعنا، وان احنا ممكن نغير الـ definition بحيث ان احنا موضوع الـ randomization ده ما يكونش موجود، لا دي هي it's something inherent في الـ security notion. ان انا لما ابعت message كذا مرة انا عايز ان كل مره الانكريبشن يكون مختلف، لان هو حتى لو انكريبشن حتى لو انا مش عارف الكي وما عرفتش المسج، فانا اتليست اقدر اعرف ان المسج نفسها اتبعتت هي دلوقتي وهي اللي اتبعتت قبل كده، حتى لو ما اقدرش اعرف المسج او اعرف الكي. فدي دي في حد ذاتها ممكن تكون معلومه في هنا سيكيورتي ليكج ممكن يكون خطير جدا. طيب ال definition بتاع ال multiple message indistinguishability this is just إن هي مجرد يعني theoretical construct، لكن مش هو فعلا اللي هنستخدمه، يعني هنستخدم حاجة تانية more stronger and more elegant في ال definition نفسه بتاعها، ودي اللي هي بنسميها ال chosen plain text attacks.
الـ CPA security أو الـ security against the chosen plain text attacks. ودوت in practice this is the minimal notion of security an encryption scheme must have. يعني in practice طبعا اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي اللي هي cipher text only attack والـ multiple cipher texts only attacks اللي هي multiple message indistinguishability. هنلاقي حاجة بعد كده اللي هي الـ CPA أو الـ chosen plain text security against chosen plain text attacks. ودي برضو زي ما قلنا this is a threat model وده اللي احنا هنعرفه بـ برضو randomized algorithm. طيب الـ attack ده مبني على ايه؟ برضو هو لازم يكون في randomized experiment واللي هي دي برضو هنشوفها بـ schematic diagram. ان انا برضو عندي هنا الـ adversary او خلي الـ adversary دايما على اليمين adversary هنا ده اللي هو الـ oracle. طيب هنا اللي بيحصل ببساطة ايه؟ ان انا بقول الـ adversary شوف عندك مسج M1 يخترع أي مسج M1 يبعت M1 للأوريكل الأوريكل يطلب منه الإنكريبشن بتاع الـ M1 فده يروح باعت له طبعا هو هنا هيجنريت كي كي at random من استخدام اللي هو الجنريشن ألغوريث برضو احنا عندنا اللي هو الانكريبشن سكيم اللي عبارة عن الجنريشن ألغوريث والانكريبشن ألغوريث والديكريبشن ألغوريث فهو هنا هينكريبت هيبعت له سي واحد هتساوي الانكريبشن given الكي of الام وان هيروح بعد كده باعت ام اتنين هيروح رادد عليه بسي اتنين هتساوي الانكريبشن بتاع الام اتنين وهكذا في لحظة ما هيروح جنريت M نوت و M1 من المسج سبيس ويروح باعت M دول اللي هو بقى اللي تشالنج نفسه هيروح باعتهم للأوريكل الأوريكل هيروح بجنريت بيتا تراندوم من 0 و 1 وأكوردنجلي قيمة البيت دي هي إنكريبت الواحدة من الاتنين يا M نوت يا M1 فهيبعت له ال سايفر تكست C اللي هي عبارة عن الإنكريبشن بتاع ال M B. تمام ممكن بعد كده ال adversary يكمل interaction مع ال oracle لكن eventually هيروح باعت لل oracle الرد او response لل challenge بتاعه اللي هي P prime هنا كالعادة ان هي if B بتساوي B prime then success and output 1 otherwise output 0 يبقى هنا هي حتى من الاسم نفسه بتاع الانكريبشن بتاع الاتاك اللي هو choosing plain text هو اللي بيحصل الادفيرسري بيسال الاوراكل بيختار مسجز على مزاجه ودي نقطه مهمه اللي عشان كده اسمها choosing plain text attack على مزاجه ويطلب من الاوراكل يقول له اعمل لي انكريبت المسجز طبعا هينكريبت كله نفس الكي لان هو كي وانس ان هو جنريتد هيثبت لأنه الانكريبشن سكيم بالنسبة لي ثابت بالكي بتاعه عند لحظة معينة ان هو هيبعت التشالنج او هيبعت اللي هي الام نوت وام واحد وهيجي له الرد بتاعه اللي هو التشالنج اللي هو السايفر تكست واكوردنجلي يروح باعت هو ممكن بعدين الاوريكل هيروح باعت الانكريبشن او السايفر تكست بتاع التشالنج اللي هو خاص بالتشالنج بعد كده الادفيرسري ممكن حتى يكمل كمان بعد ما يشوف السي اللي هو التشالنج ممكن يكمل برضو بعد كده انتر اكشن واللي ده انتر اكشن هو انا الحاجه المميزه اللي هو الانتر اكشن عشان كده this is an active attack دي برضو نقطه مهمه كل ده it is an active attack لان هو بيسمح ب الانتراكشن مع الاوريكل يبقى ممكن يكمل بعد كده ويادابت المسجز بتاعته اللي هو عايز يعرف السايفر تكست المقابل ليها وفي الاخر هيبعت الريسبونس بتاعه للتشالنج اللي هو البي برايم طبعا لو البي اللي هنا بتساوي البي برايم يبقى هو نجح اذروايز ان هو فشل
طبعا كذا نقطة مهمة هنا، ان هو صحيح ان هو يبعت العدد اللي هو عايزه من المسجز، لكن طالما as long as ان العدد دوت within the computational resources المسموحة لي، وزي ما قلنا الادفيرسري وبروبابيليستيك بولينوميال تايم، وبالتالي عدد المسجز اللي هو هيبعتها ولتكن مثلا كيو اوف الان، كيو اوف الان دي هي عبارة عن بولينوميال ان ان. ماشي تمام. الحاجة برضو التانية ان this is an active attack، لانه هو هنا خد بالك الادفيرسري غير كل الاتاكس اللي شفناها قبل كده were passive attacks. هنا this is the first active attack we study، وبالتالي لان هو هنا بي انتراكتف مع الاوراكل، يقدر يطلب من الاوراكل السايفر تكست بتاع اي مسج على مزاجه تخطر بباله، وممكن الاكوردنجلي ريسبونس بتاع الاوراكل يادابت النكست كويري بتاعته. تمام، فهي دي الحاجات الاساسيه اللي هي تميز لي السي بي اي اتاك. طبعا الراندمايزد اكسبيرمنت هنا هي ريفير لي لبريف كي كبرايفت كي، سب الاي اللي هو الادفيرسري، والانكريبشن سكيم المفروض هنا طبعا السوبر سكريبت اللي هي السي بي اي اللي تشوز ان بلين تكست اتاك، وهنا السكيورتي بارامتر اللي هو 1 to 0. طيب هنا ممكن حد يسال يقول طب هل الاتاك ده ممكن يحصل في الواقع؟ أكيد ممكن يحصل في الواقع إن أنا أتحكم كأدفيرسري، أتحكم إن شخص معين يبعت إنكريبشن لمسجز أنا اللي مختارها أو على مزاجي. مثال على كده كان في مثال مشهور أثناء الحرب العالمية الثانية في معركة مشهورة جدا اللي هي اسمها الميدوي، دي كانت باتل ما بين اليابان وأمريكا، ودي كان من أهم المعارك اللي في الحرب. طبعا الأمريكا انتصرت فيها، لكن هو في البداية خالص الكريبت أناليستس بتاعت البحرية الأمريكية كانت بتحاول تفك الشفرة اللي اليابانيين بيتعاملوا بيها، وكانوا بيشوفوا حاجة أعتقد كان اسمها EF، وكانوا بيعتقدوا أن EF دي هي الميدوي، يعني هي الإنكريبشن أو السايفر بتاع ميدوي. فطبعا كانوا بيبلغوا القيادات بتاعتهم، لكن هما ما كانوش على اساس ان هي اليابانيين هيجموا على ميدوي، لكن بالنسبه لي القيادات الميدوي دي كانت جزر يعني ملهاش اهميه قوي، وبالتالي ما كانوش مصدقين قوي القيادات بتاعت اللي هم الكريبت اناليستس بتاعتهم، وبالتالي هم عملوا حاجه عشان يقنعوهم ان هم عملوا، وهم عارفين اليابانيين برضو بيحاولوا يفكوا الشفره بتاعتهم. فراحوا عملوا ايه؟ بعتوا رساله اللي هم الامريكان بتقول ان في شورتج في ميه الشرب في ميدوي، lack of water او drinkable water something like that in midway. فاذا دي الرساله اللي الامريكان كوميونيكيتوا مع بعض بيها على اساس ان هم عارفين ان اليابانيين بيتصنطوا عليهم، وان هم هيبعتوا برضو لقيادتهم المضمون بتاع الرساله دي ان ميدوي فيها نقص في الميه. ففعلا اليابانيين بعتوا الرساله دي متشفره، يعني اكنهم بعتوا السايفر تكست بتاع البلين تكست اللي هو ان ميدوي ما فيهاش ميه، وحصل برضو الامريكان حصلوا انترسبشن، لقوا فعلا برضو ان اي اف دي موجوده، فكده اتاكدوا فعلا ان ميدوي تقابل اي اف، وبالتالي عرفوا ان اليابانيين هيهجموا، وبالتالي القيادات بتاعه الامريكان اقتنعوا ان فعلا الهجوم الجاي من اليابانيين هيكون على قاعده ميدوي، فعملوا حسابهم بعتوا امدادات، وفعلا الامريكان انتصروا، ودي يمكن واحده من نقط التحول اللي حصلت في الحرب. وبالتالي هو ال CPA أو ال chosen plain text attack دي ممكن لي أمثلة كتير إن هو فعلا إن هو realistic، إن أنا ممكن إن أنا أعرف ال encryptions بتاع messages أنا على مزاجي أو أنا المخترعها، يعني حتى واحد بيعمل interception لcommunication أو ما بين شخص ما وسيرفر، فهو ممكن يبعت له ال يعني مسج معينه، يعني هو امبرسونيت السيرفر دوت، والتاني هيروح رادد عليه بانكريبشنز بالسايفر تكست معينه، يعني مثلا يساله اسمك ايه فيرد عليه بالانكريبشن بتاع الاسم. فانا دلوقتي انا عارف هنا البلاي ممكن يكون عارف فعلا الاسم، فهنا البلين تكست والسايفر تكست يكون موجودين ايه عنده. طيب فبيزد على الراندمايزد اكسبيرمنت ده هنعرف اللي هي السي بي اي سيكيورتي،
ان هي السكيم اللي عندي يكون سي بي اي سكيور او سكيور اجينست تشوزن بلين تكست اتاكس فور افري بي بي تي بروبابيليستيك بولينوميال تايم ادفيرسري اي البروبابيليتي ان الراندمايزد اكسبيرمنت دي تنجح از هاف بلس سم نيجليجيبل بروبابيليتي او از اوف هاف باي نيجليجيبل اماونتس اللي هي البروبابيليتي ان الراندمايزد دي اللي هنا الراندمايزد اكسبيرمنت اللي فاتت او الراندمايزد جيم ان هي تبقى سكسس يعني تاوتبوت 1 is at most half plus some negligible probability. تمام. طبعا احنا نقدر ال CPA security نقدر نثبت ان هي stronger than multiple message indistinguishability. يعني CPA security bit imply multiple message security. والحاجة برضو التانية المهمة ان انا عشان زي برضو في حالة multiple message indistinguishability او المالتيبل مسج سكيورتي اقدر اثبت ان اي راندوم اي سكيم اي انكريبشن سكيم تو بي سكيور او تو بي سي بي اي سكيور ات ماست بي بروبابيليستيك اند ذير از نو ديترمينستيك انكريبشن سكيم كان بي سي بي اي سكيور. لان نفس الحكايه ان انا اقدر انتر اكت مع الاوراكل انا ابعت له المسج الاولانيه والمسج الثانيه يعني ام 1 وام 2 هما نفس المسج هما نفس ال هما نفس المسج وبالتالي برضو اقدر اعمل نفس الارجمنت اللي كانت موجوده في المالتيبل مسج ان ديستينجويشابيليتي. طيب احنا كل الكلام ده شفنا الديفينيشنز لكن يعني ايه هو يعني ما لسه ما شفناش اي سكيم ريل سكيم يكون سي بي اي سكيور. فعشان زي ما حصل في الحاله الاولانيه ان احنا اللي هي في السيودو راندوم راندوم جنريتور اضطرينا ان احنا نخترع اوبجكتس ماتيماتيكال اوبجكت جديد ون هايبوثيسايز ان هو موجود فعلا وفي امبلمنتيشنز لكن هي مش مثبته بشكل نهائي زي مثلا الدس اللي هي الدي اي اس الداتا انكريبشن سكيم او داتا انكريبشن سوري ستاندردز والاي اي اس اللي هي الادفانسد انكريبشن ستاندردز دي طبعا دي ممكن مستخدمه دلوقتي دي اللي كانت في بدايتها من السبعينات دول زي ار بلوك سايفرز او زي اكتشوالي دول امثله على السيودو راندوم فانكشنز يمكن مش السيودو راندوم جنريتور لكن هو anyway في امبلمنتيشن للسيودو راندوم جنريتورز believed to be ان هم فعلا السيودو راندوم جنريتورز يعني هم سيكيور. فهنا عشان نحقق ان يكون عندنا سكيم فعليا سي بي اي سيكيور لازم نعرف primitive جديد حاجه اسمها السيودو راندوم فانكشنز ودي ان شاء الله هيكون التوبيك بتاع المحاضره اللي جايه باذن الله.